دكتور محمد، الفرق بين الأوتار والأعصاب إيه؟ الفرق بين الاوتار والاعصاب، الوتر هو زي ما قلت لك كده، عامل زي الحبل متصل بالعضله وهو اللي بيحرك الصباع بيتنيه ويفرده. العصب ده سلك كهرباء، العصب ده حاجه بتحمل النبضات العصبيه اللي جايه من المخ وبتدي اشاره لحاجه، بتدي اشاره للعضله دي عشان تحرك دراعي، بتدي اشاره عشان للعضله نفسها عشان تحرك الوتر، لكن اللي بيقوم بالوظيفه هو الوتر نفسه. العصب هو سلك كهرباء، لما يحصل عليه اي ضغط في اي مكان، في الايدين، في الرقبه، في الظهر، في الفقرات، يعمل الام في المكان اللي رايح له العصب. يعني انا ممكن يحصل ضغط في فقرات الرقبه على العصب اللي رايح لصباع ايدي الكبير، فلما يحصل الضغط هنا انا احس بحرقان هنا، واخد بال حضرتك، وهو هنا مفيش حاجه خالص، انا افضل واروح وادور واروح لدكتور والمشكله كلها من مكان تاني. فده الضغط على الاعصاب، الضغط على الاعصاب ده اللي بيحصل قوي في الانزلاق الغضروفي في الرقبه او في الفقرات القطنيه اللي هم اشهر اتنين، وبيحصل في اختناق الاعصاب بتاع الايدين، ودي حاجه مهمه قوي. بيحصل في حاجه هنا اسمها العصب الاوسط للايد، ده عصب تخن صباعي كده كبير قوي معدي هنا، وطبعا عشان المنطقه دي بتتني وتتفرد كتير، فربنا بيحمي الوتر ده ان هو بيمشي جوه قناه كده، يمكن ده هنشوفه في الفيديو اللي جاي. القناة دي بتحميه، وساعات عشان مجهود كتير قوي بتحميه زيادة فتحضنه أكتر. خلينا نشوف الكلام ده يعني عملي على الفيديو إن شاء الله. بصي الحركة دي نفسها عشان ده العصب اللي هنا، ده عصب وأوتار كلهم مع بعض. العصب اللي لونه أحمر والأوتار اللي لونها أزرق، العصب اللي هو في النص اللي عليه الدايرة الحمراء ده، احنا كده باصين عليه كاننا باصين عليه من فوق، يعني كان يد الشر مقطوعه كده، احنا مش شايفينها من جوه. فدي الاوتار بقى اللي ماشيه في القنوات اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي لونها ازرق دي، كل وتر معدي في القناه بتاعته، واللونه احمر ده العصب اللي هو اللي بيغذي المنطقه دي، الاحساس بتاع الايدين، بيغذي الثلاث صوابع، الصباع الكبير والسبابه والاوسط ونص الصباع بتاع الخاتم من الرنج ده. المكان ده لما يحصل فيه تنميل والتهاب وكده نبدا نشك على طول في ان في ضغط على العصب الاوسط ده، ونعمل حاجه مشهوره جدا اسمها رسم عضلات، حاجه زي رسم القلب كده بس بتتعمل على الايدين. ده بيدي كهربا فوق ويستقبلها تحت، ويفهم ان الكهربا دي اتاخرت في السكه قد ايه بالظبط واتاخرت فين، ويبدا يعرف المكان اللي عليه الضغط في العصب. وده بيسهل لنا قوي حاجات كتير قوي، الفحص ده بيسهل قوي، انا عارف الضغط فين بالظبط، وادخل اوسع فين او هسلك فين او ادي ادويه.